الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية قررت تخفيض سعر الدواجن المجمدة ل 17 جنيه للكيلو بدلا من 26 جنيه، ده بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وهي النيل والأهرام واسكندرية للمجمعات. كذلك فروع شركتي الجملة العامة والمصرية في مختلف محافظات الجمهورية. القرار بيعد الثالث اللي بتتخذه وزارة التموين لتخفيض أسعار الدواجن المجمدة منذ شهر أكتوبر الماضي، وتم تخفيض سعر الدواجن من 31 ل 29 جنيه، بعد كده تم تخفيضها للمرة الثانية ل 26 جنيه، حتى تم تخفيضها للمرة الثالثة ل 17 جنيه للكيلو. دكتور علاء الدين فهمي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية أكد إن جميع المنتجات اللي بيتم طرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وكذلك الشركات التابعة بتتميز بالجودة العالية، ده بالإضافة لانخفاض أسعارها بالمقارنة بنفس المنتجات المثيلة بالأسواق. احنا بنتكلم دلوقتي على ثلاث مراحل تم من خلالها تخفيض اسعار الدواجن. حضراتكم عارفين ان كان سعرها كان عالي جدا جدا، وقد تكون الدواجن هي الملجا او الملاذ للناس اللي ما كانتش قادره تشتري اللحوم اللي هي بطبيعه الحال كانت برضو اسعارها مرتفعه، وفي وقت من الاوقات برضو السمك كان عزيز قوي على المصريين، كان برضو اسعاره وصلت لارقام ما كانتش وصلت لها قبل كده. فكان ايه اللي ممكن يلجا له المواطن كنوع من انواع تناول البروتينات؟ فكانت الدواجن. الحمد لله دلوقتي أسعارها نزلت من 31 ل 17. احنا عايزين نعرف تفاصيل أكتر عن الموضوع، بس ممكن بعد قليل يكون معنا تليفون كده نعرف من خلاله لو في أي تفاصيل عن هذا الموضوع. طيب احنا لسه برضو بنتكلم على هذا الموضوع، هيكون معنا متابع عشان نعرف حضراتكم تفاصيل أكتر وإزاي حضراتكم تحصلوا على هذه الدواجن بهذا السعر الجديد اللي هو 17 جنيه. فطبعا دي حاجة ممكن تكون خبر سار جدا للناس اللي هي بتتعاون معنا. الدكتور علاء الدين فهمي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أهلا بيك يا دكتور علاء. أهلا وسهلا. صباح الخير يا فندم، أهلا بسيادتك. صباح الخير يا فندم. هو خبر سار طبعا لكل الناس، يعني كلنا أكيد بنشتري، يعني في البداية كان 31 جنيه وبعد كده وصلنا 26 وبعد كده وصلنا ل 17 جنيه. إزاي فندم حضراتكم قدرتوا تخفضوا هذه التخفيضات؟ وهل في مقومات عشان اقدر ان انا اخفض؟ بقى عندي انتاج كتير، بقى عندي فائض، بقى عندي دلوقتي اسعار مناسبه، ولا ايه الحكايه؟ لا هو بص حضرتك دلوقتي في الاسعار دلوقتي حاليا اصبحت مناسبه جدا، وطبقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهوريه السيد فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بيوجهنا تملي برفع العبء عن كاهل المواطنين. فاحنا بنحاول على قد ما بنقدر رفع هذا العبء عن المواطنين بصورة أو بأخرى، وطبعا دي حاجة. الحاجة الثانية احنا برضو بنحاول نتواءم مع السوق، فدلوقتي المعروض أكثر من المطلوب، فبالتالي لازم أتواءم مع السوق وأنزل الأسعار عشان أتماشى مع سعر السوق السائد دلوقتي حاليا. نعم، ودي أعتقد دي يعني حاجة صارة لجميع المواطنين يعني. طب دكتور علاء، هل الأسعار دي مكملة معانا ولا فترة عروض وهتنتهي؟ هي في فترة عروض، لكن إن شاء الله احنا هنحاول بقدر الإمكان ان احنا نستمر شوية في العروض اللي احنا مقدمينها لصالح المواطن المصري. ده يعتبر عرض؟ ده عرض يا فندم، ده عرض احنا نازلين بيه، ولكن هو مستمر معنا يا فندم. بإذن الله. مستمر لغاية امتى بقى يا دكتور علاء؟ يعني مش عايز اقول لك يعني التوقيت، لكن هو ماشي معانا ان شاء الله يا فندم. طيب في حال انتهى هذا العرض ممكن الاسعار تصل لغايه فين بعد كده؟ من 17 لكام بعد انتهاء العرض؟ احنا اتفقنا في الاول ان ده مساله طلب وعرض. صحيح، دي السوق هو اللي بيحكم، مش انا اللي بحكم، السوق هو اللي بيحكمنا جميعا. بس يعني معنى كلام حضرتك ان دلوقتي في العرض والطلب في جاب ما بين الاثنين، وعشان كده بقى المعروض اكتر من الطلب. ايوه تمام كده. طيب هل في دواجن بس ولا في بعض المنتجات الاخرى ممكن حضرتك تكشف لنا عنها دلوقتي؟ لا ان شاء الله لاحقا يعني. ان شاء الله لاحقا احنا في صدد دراسه لتحديد هوامش الربح اللي بتقوم بيها الشركه القابضه. نعم. لسلع مختلفه، فان شاء الله ممكن في الفتره المقبله يكون في تخفيض لبعض السلع الاخرى. طيب انا بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا دكتور علاء الدين فهمي رئيس الشركه القابضه للصناعات الغذائيه، كنت معنا هاتفيا تعقيبا على الخبر اللي كان بيفيد بانخفاض اسعار الدواجن ل 17 جنيه بدلا من 26 جنيه، ده طبعا في المجمعات الاستهلاكيه اللي هي تابعه للدوله وشركات العامه للجمله. طبعا ممكن يطال هذا التخفيض عدد من السلع الاخرى لم يكشف عنها حتى الان،
واللي احنا بنقوله ال 17 جنيه ده عرض، والعرض ده ممكن ينتهي، المدة المحددة امتى لم يعرف ميعاد هذه المدة المحددة. فاحنا لغاية دلوقتي عندنا انخفاض في أسعار الدواجن بقى ب 17 جنيه بدلا من 26. النهاردة عد التلاميذ ب 11.